السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في قناتكم Let's Learn. أهلا وسهلا بكم مجددا. بعتذر عن التأخير عن تنزيل الدروس لأني كنت تعبانة جدا جدا. أنا متشكرة جدا لكل اللي سأل عليا. يلا بينا نبدأ علشان ما أخركمش أكتر من كده. وصلنا مع بعض لغاية كونسبت 2.2. فاضل لنا حل شيت لسون 3 و4 و5 بإذن الله. وأنا بعمل اللسونز بتاعت كونسبت 2 هبدأ أنزل حل الشتات بتاعت الدروس اللي فاتت. Let's go grade 4. الكونسبت ده بيتكلم عن الفورس and motion، القوة والحركة. بادئ بيقول لي can you explain، هل أنت تقدر تشرح إني skicking off a sand hill، التزحلق على الرمال، أو a player kicks a ball، ولا الولد اللي بيشوت الكورة ده، ولا toy car on a slope، ولا لو انت هتنزل العربية دي أو السيارة دي من على السلوب ايه اللي هيحصل لهم؟ أكيد الولد ده علشان يعمل skiing على الساند، أو الولد ده علشان يقدر يعمل كيكس للكورة، أكيد كلهم عايزين إنرجي، عايزين إيه؟ طاقة. وبما إن عندي طاقة يبقى أكيد الطاقة دي هيحصل لها ترانسفورم أو هتتحول لفورس. قال لي فيجر 1 a sand surfer move very fast down the sand hill. قال لي فيجر 2 الولد the ball moves through the air، الكرة هتتحرك في الهواء. when the player kicks it with his feet، فوت برجليه، الولد لما هيشوت الكرة برجليه أو لما يركل الكرة برجليه، الكرة دي إيه اللي هيحصل لها؟ هتتحرك بعيد. قال لي كمان لما التوي هتنزل او هيحصل لها سلوب او هيحصل لها سلايد، انزلاق من على الزحلقه دي، هيحصل لها موف، هتتحرك. قال لي احنا اخذنا مع بعضينا في كونسبت 1 جريد 4 في كونسبت 2.1 اللي هو الكونسبت اللي على طول مباشره بعد الامتحان. قال لي ان كل موفينج اوبجكت، كل الاجسام المتحركه عندها a type of energy، عندها نوع من الطاقة اللي سميناها ايه ساعتها؟ سميناها kinetic energy. قولوا معايا grade 4 kinetic energy. kinetic energy يعني ايه kinetic energy grade 4؟ يعني الطاقة الحركية. اي حاجة بتتحرك، اي جسم مهما كان or moving object عنده energy، الانرجي دي هسميها kinetic energy. قال لي some object، بعض الاجسام that don't move، اللي هي مش بتتحرك، don't have kinetic، ما عندهاش kinetic بس عندها energy تانية، but they have another type of energy، اسمها ايه؟ اسمها potential. قولوا معايا grade 4 potential. potential 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 energy. يبقى اي جسم move عنده kinetic، اي جسم مش كايناتيك مش موف مش بيتحرك عنده بوتنشال. بوتنشال انرجي يعني ايه؟ بوتنشال انرجي يعني بالعربي كده قوة جهد. ويعني ايه قوة جهد؟ يعني قوة بيحصل لها ستورد، قوة بتتخزن انسايد ذم، بتتخزن جواه. وهنعرف بالتفصيل يعني ايه هي البوتنشال. يلا بينا نكمل. قال لي البوتنشال انرجي ذات از ستورد، ستورد يعني تخزن انسايد ذم يعني داخل الجسم. when this object start to move، لما الجسم بيبدا انه يتحرك، they get kinetic energy، يبقى الجسم وهو واقف او هو عامل ستوبنج مخزن جواه مين؟ مخزن جواه بوتنشال. اول ما يحصل له موف البوتنشنال دي بتتحول لكاينتيك، البوتنشنال دي بتتحول لايه؟ لكاينتيك. وده كله هنعرفه مع بعضينا بالتفصيل. طيب يلا بينا نشوف السلايد التانية فيها ايه. الله ايه ده؟ ايوه ده الرولر كوسترز. ايه الرولر كوسترز ده؟ كلنا اكيد لو ما ركبناهوش بس اكيد اتفرجنا عليه في الملاهي، وهو قطار الملاهي رولر كوستر. طب ايه حكايته؟ الرولر كوسترز ده هو عبارة عن زي الكراسي كده اهو، زي القطر كده، وبيعمل ايه يا مس؟ وبيطلع لفوق وبيقف
وينزل لتحت ويقف ويطلع وينزل وهكذا 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 جريد فور. طب ايه قصته ده يا مس؟ قال لي بالعربي كده، هو مين بيطلعه ومين بينزله ومين اللي مسؤول عنه؟ تعال نجاوب على السؤال الغريب اللي حطه كتاب المعاصر ده، وبيقول لي ايه which is a following energy، اي من الطاقات اللي هو كاتبها دي are responsible for the movement، مسؤول عن حركة of the roller coasters او الترين. اي بيقول لي واحدة من دول مسؤولة عن ان الحركة دي بتحصل. قال لي kinetic energy and light، هل الضوء الطاقة الضوئية مسؤولة عن ان انا لو ولحت لمبة مثلا الكوسترز ده هيطلع وينزل؟ منطقيا كده يا مس من غير ما انا بفهم الدرس؟ لا طبعا. طب نمبر بي، البوتنشال انرجي اند ساوند انرجي، هو اللي مسؤول على ان الطاقة الكوسترز ده يتحرك؟ برضو يا مس، يعني انا لو زعقت وعملت ساوند او عملت صوت بيب، صوت لبيب الزمارة او صفارة، الكوسترز ده يتحرك؟ منطقيا برضو يا مس مش هينفع. طب نمبر سي، الكتريك انرجي اند كايناتيك. ثواني يا مس، انا حاسس دي هي دي اللي صح. برافو عليك، نمبر سي ات از رايت. اكيد يا مس الالكتريك انرجي والكايناتيك هي اللي بتبقى ريسبونسبل فور، مسؤوله عن الموفمنت الحركه بتاعت الرولر كوسترز. طب ازاي الالكتريك انرجي يا مس؟ ما هنا اكيد في حاجه زي الموتورز دي بتتحرك، زي يا مس الماشين الووشنج ماشين، الغساله الاوتوماتيك اللي عندنا في البيت اللي بتدور وبتلف الهدوم كده وبنتفرج عليها من بره، اللي بيخليها تحرك او تعمل موف للهدوم اللي جوه اللي بتتغسل. اكيد يا مس عندها موتورز. ايوه بالظبط، عندها الكتريك موتورز. الالكتريك موتورز دي زي اللي موجوده في الووشنج ماشين، الغساله الاوتوماتيك اللي عندك في البيت، موجود زيها في الكوسترز دي، موجود فيها موتورز. طب بتعمل ايه علشان الكوسترز ده او الترين ده يطلع لفوق؟ اكيد محتاج انرجي علشان تطلعه. مين اللي هيدفعه؟ الموتورز او الالكتريك موتورز علشان توصله للنقطة دي. طب وهو في النقطة دي ايه اللي هيحصل له كمان يا مست؟ هو هنا هيكتسب او يعمل ستورد، هيخزن طاقة يا مس. اسمها ايه الطاقة دي؟ اسمها بوتنشال. اسمها ايه؟ بوتنشال. لازم اعرف ان عند اي هايت، يعني ايه مس هايت؟ هايت يعني ارتفاع. عند اي ارتفاع بعيد عن الارث، بعيد عن الارض، انا بدخل او بخزن جوه الجسم اللي انا بشتغل بيه انرجي، بخزن جواه انرجي. ازاي؟ لمجرد ان انا عندي تيبل، والتيبل دي فوقها بوك، مجرد انك انت ترفع البوك مسافة من على الترابيزة او من على التيبلز دي بعيد عن الارض او بعيد عن الارث، انت كده خزنت جوه البوك ده انرجي، خزنت جواه بوتنشنال انرجي او طاقه اسمها بوتنشنال انرجي. طب كمان انا ممكن اعرفها ازاي؟ امسك كتابك ارفعه حاجه بسيطه عن الارض، عن الترابيزه، وسيبه يقع، هتلاقاه عمل ساوند بسيط. وارفعه مسافه اعلى على كد ايدك ما تجيب، وسيبه يقع، هتلاقاه ايه؟ عمل ساوند اعلى. طب ايه الحكايه؟ الحكايه انك انت كل ما انت بترفعه اعلى، كل ما هو بيخزن بوتنشنال انرجي اعلى، ولما بيتخبط في الارض او لما بيتخبط في الترابيزه لما يقع، الوقعه دي بسبب ان الطاقه اللي جواه كبيره. لو هو وقع من مسافه بعيده، البوتنشنال بتاعته او البوتنشنال انرجي اللي كانت جواه كبيره، فعلشان كده عمل لك ساوند كبير. فكل ما انا بطلع لفوق يا جريد فور، كل ما انا بخزن في الجسم اللي ما انا معايا ده بوتنشنال انرجي. طب خلاص انا خزنت بوتنشنال انرجي عن طريق الالكتريك موتور اللي هي طلعتني، انا بنزل، وانا بنزل بفقدها، بيحصل لها لوزس، وبتتحول في صوره ايه؟ هو ايه اللي بيحصل للكوسترز؟ ده بيتحرك، فبتتحول في صوره كايناتيك، بتتحول في صوره ايه؟ كايناتيك
يعني طاقة حركية، يعني وأنا طالع بدخل جواه بوتنشنال وأنا نازل بنزل جواه كايناتيك، وهو طالع أنا بدخل جوا الجسم بوتنشنال، وهو نازل بيفقد البوتنشنال دي، أو مش بمعنى بيفقدها، هي بتتحول من صورة إن هي مخزنة لصورة حركة اسمها كايناتيك إنرجي. يا رب تكون الفكرة وصلت لكم بكل سهولة. تعالوا بينا نكمل قراية كتاب المعاصر. How does the roller coasters move and what is the source of its kinetic energy؟ يعني ايه؟ يعني ازاي رولر كوسترز ده بيتحرك؟ And what is the source وايه مصدر of its kinetic energy؟ وايه مصدر الطاقة او الطاقة الحركية اللي بتحركه؟ قال the roller coasters move up rapidly، هو بيتحرك لفوق بسرعة، then its speed decreases وبعد كده السرعة بتاعته بتقل gradually تدريجيا until it reaches the highest point، يعني هو ايه اللي بيحصل؟ بينطلق بسرعة كبيرة جدا لفوق، والسرعة دي والسبيد دي بتقل لغاية ما يوصل عند اعلى حتة في الهيل او الرامب، يبقى reach the highest point then it pauses briefly at the top، وبعد هذا بيتوقف في top of the hill، hill يعني المنحدر او الشكل ده، then the speed of the train، وبعد كده السرعة بتاعت الترين will increases هتزيد تاني as it moves down the hill، وبعد كده السرعة بتاعته بتزيد وهو نازل لغاية كمان ما يوصل للهيل اللي هي هنا، يبقى هنا بتبدأ السرعة increases وبعد كده بتقل لغاية ما يوصل للهيل الهايست، بعد كده increases لغاية ما يوصل للداون. قال لي تو نو، علشان انت تعرف ايه اللي بيحصل تعالوا نشوفها بالتفصيل. قال لي at the beginning، في البداية of the roller coaster there are electric motor، احنا لسه قايلينها ان انا عندي مواتير كهربائية that work اللي بتعمل by electricity، بتعمل بالكهرباء. These motors are used to carry the train cars up to the top of the hill، يعني ايه؟ الموتورز دي هي اللي بتخلي الترين ده يطلع لفوق وهي اللي بتديه الطاقة بتاعته، الموتورز دي بتشتغل بالإلكتريسيتي. كل ده اللي أنا عايز أعرفه، إن الترين عنده إلكتريك موتورز هي اللي بتخليه أو هي اللي بتديه الإنرجي بتاعته. قالي when the roller coaster reaches the highest point، لما الكوسترز ده يوصل عند أعلى نقطة of the hill the cars of the train actually store، خلاص هي فوق، قلنا فوق مدام احنا وصلنا لأعلى نقطة فوق قلنا ايه اللي هيحصل؟ هنخزن store some of energy، بعض الطاقة انا خلاص خزنتها او دخلتها جوه مين؟ جوه الترين. during the rising to the top of the hill، اول ما انا وصلت هنا انا خلاص بقيت مخزن جوه الترين ده ايه؟ energy، وسميناها potential energy. قال لي as the roller coaster moves، لما هو خلاص هينزل لتحت down the hill the energy stored، الطاقة اللي هو خزنها خلاص هيفقدها. in the train it change، هتتغير into a more active، لحاجة أنشط وهتتحول of energy which is kinetic energy، وهتتحول لطاقة حركية اللي هو هينزل بيها لتحت. that help it move down، اللي هي هتخليه ينزل لتحت. So the train doesn't need electricity، وبالتالي وهو نازل مش هيحتاج لكهرباء. While the roller coaster races down the hill the kinetic energy increases، هتزداد as its speed increases، وهو نازل الكايناتيك بتاعته بتزيد وكمان سرعته بتزيد لغاية ما يوصل لأسفل حتة أو يعني منخفض اكتر حتة منخفض فيها، وهي هنا الكايناتيك بتاعته هتبقى بزيرو والبوتنشنال بتاعته هتبقى بزيرو، لا هنا لا عنده كايناتيك ولا عنده بوتنشنال، وتبدأ تاني الالكتريك موتور تشتغل تزق الفوق يكتسب طاقة او ستورد انرجي، وهكذا وهكذا وهكذا. ياريت يكون رولر كوسترز فهمتوه يا جريد فور.
في activity 3 بيتكلم عن الانيرجي او الطاقة in classroom, in the classroom في الفصل, وهو اصلا بيتكلم عن الفورمز اوف انيرجي, اشكال الطاقة. بيقول لي ان الانيرجي او الطاقة is very important, مهمة جدا in our life, في حياتك. Most things, اغلب الاشياء اللي حواليك use or contain energy, اما بتستخدم او جواها مخزنة energy. الانرجي is found everywhere as a classroom, هي موجودة في كل مكان, زي ما هي موجودة في الكلاسروم بتاعك, في اللابوراتوري بتاعك, في المعمل بتاعك, وكمان في الهوم. قال لي ان انا عندي اشكال كتيرة من الانرجي. قال لي ممكن ألاقي الانرجي دي ازاي؟ ممكن ألاقيها ميكانيكال انرجي أو كاينتيك انرجي, بنفس المعنى يا ولاد. ميكانيكال هي كاينتيك انرجي, يعني أي شيء موفز, أي حاجة بتتحرك. طب بلاقيها فين؟ بلاقيها في الفانز, يمس في المروحة. بلاقيها في الكلوك ويز موفينج هاندز, في الساعة اللي ليها عقارب اليد دي اللي بتتحرك وبتلف. فانز أو كلوكس ويز موفينج هاندز, عمالة moves as the energy produced from, بتنتج من الفانز أو الكلوك with moving hands. كمان عندي نوع تاني من الانرجي اللي اسمه كيميكا. قولوا معايا كيميكا, كيميكا, كيميكال انرجي. كيميكال انرجي وهو موجود في حاجتين لازم اكون عارفهم. اللي موجود في الفود, مفود, موجود في الفود اللي احنا بناكله, وكمان في الفود اللي بينزل في الاستومك بتاعتك ويحصل له ديجيشن, ده كله بسبب الكيميكال انرجي اللي في الاستومك بتاعتك. كمان موجود في الباتري, في حجر البطارية او حجر الريموت اللي انت بتجيبه بتشغل بي تي في او بتشغل بي ريسيفر بتاعك. في الاوبجكت اوبريت باي ذا باتري such as clocks and cell phones او التليفون بتاعك. شايفين الحجر ده مختلف عن ده, الباتري دي مختلفة عن البتري دي. البتري دي ممكن تكون في ساعة في الكلوكس, أو ممكن تكون في لعبة عندك, أما البتري دي بتبقى موجودة في الريموت بتاع التليفون التلفزيون. أوكي جريد فور. فالكيميكال انرجي يا إما موجودة في الفود يا إما موجودة في البتري. طب كمان عندي حاجة اسمها ثيرمال. قولوا معايا جريد فور. ثيرمال, ثيرمال انرجي او هيت انرجي. ثيرمال او ايه او هيت انرجي, يعني معناها الطاقة الحرارية. هو قال لك ايه, anything that give heat, هو اي حاجة تديك حرارة بقى. as the energy produced form, هي بتنتج من ايه؟ قال لي زي الالكتروك هيتر, السخان الكهربي اللي عندنا في البيت. قال لي زي الماتشز, الكبريت اللي بنولع بيه البوتاجاز. قال لي زي الهيتر, الدفاية. قال لي زي الايه تاني, المكوة اللي عندك في البيت اللي ماما بتكوبيها بتطلع حيط. طب ايه تاني, زي الكاتل يا مس اللي انا بعمل بيه, ماما بتعمل بيه الشاي, الكاتل عندي في البيت. كله ده بيديني ايه؟ كله ده بيديني هيت. برافو عليكم جريد فور. طب يلا بينا نشوف another energy عند اللايت انرجي. اللايت انرجي الطاقة الضوئية. قال لي anything that give off light, اي حاجة تديني لايت. اللي produced from, بتنتج من electric lamps, كل اللمض اللي عندي في البيت. اللي flash lights اللي في الموبايل بتاعي. اللي الكمبيوتر screens, شاشة الكمبيوتر لما بتكون طافي الأوضة عندك في البيت ومولع الكمبيوتر, أو مولع التي في, مشغل التي في أو مشغل الكمبيوتر بتاعك, هما الاتنين بيعملوا لك light في الأوضة وبتقدر تشوف. كمان يبقى عندي التي في بيديني لايت انرجي, الالكتريك لامب حاجة مهمة جدا, ايوه برافو عليكم, الصن, الشمس, الشمس بتديني لايت, برافو عليكم. طب تعالوا نشوف انذر انرجي كمان, الكتريكال انرجي الطاقة الكهربائية. قال لي anything work by electricity, اي حاجة تشتغل بالكهرباء. قال لي زي ايه؟ قال لي زي الكمبيوتر, electrical energy. used دي used, تستخدم الكهرباء, تستخدم الكهرباء. electrical energy بتستخدمها, بستخدم electrical energy او electricity الكهرباء في الكمبيوتر. بس هل الكمبيوتر بيديني electricity؟ لا, الكمبيوتر ما بيدينيش electricity, produce light and sound, بشغل عليه ميوزكس او بسمع فيديو لليتس لير, فانا كده سمعت ساوند, اداني ساوند انرجي. اما هو بيستخدم يوزد الكتريكال اند كونفرت
or change أو بيحولها أو بيغيرها بعد كده ل light or sound. كمان قال لي overhead projectors اللي هو بيشغلوه عندك في المدرسة في السكول بتاعتك والمس بتشرح لك عليه على البروجيكتورز. قال لي التلفزيون بشغله عن طريق الالكتريسيتي أو عن طريق الالكتريكال انرجي وبيحول لي الالكتريكال انرجي دي لايت وكمان بيديني ساوند. طب الساوند انرجي قال لي أي سنة anything that produce sound أي حاجة بتديني sound زي إيه؟ قال لي زي musical instruments الآلات الموسيقية زي الراديو زي الالارم بيلز المنبه بتاعك. قال لي notes لاحظ some object use or contain different form of energy بعض الحاجات ممكن يكون عندها واحد أو اتنين من الانرجي. قال لي زي الالكتريك لامب الالكتريك لامب اللمبة اللي فوقيك اللي منورة لك بتديك light. هل بتديك ساوند؟ لا يا مس ما بتدينيش ساوند بس بتديك ثيرمال. لو انت في الصيف ماما ساعات بتقولك يا اسلام اقفل اللمبه يا محمود اقفل اللمبه عشان مسخنه الاوضه. طب ايه يا ماما هي اللمبه دفايه؟ لا بس هي اللمبه بتعمل ثيرمال انرجي او هيت انرجي بتديك هيت انرجي او بتديك ثيرمال انرجي. يبقى الالكترو كلامب اللي فوقيك بتديك حاجتين بتديك لايت انرجي اند ثيرمال انرجي. التي في بيديك لايت انرجي اند ساوند. الكمبيوتر بيديك اتنين ساوند انرجي اند ايه اند light energy. يبقى عندي اكتر من device او اكتر من instrument جهاز ممكن يديني اكتر من energy. طب يلا نعمل تشيك على your understanding بتاعك grade 4. يلا بينا اسلام use of the following words. يلا بينا هنستخدم الكلمات دي يا اسلام chemical, light, sound, mechanical, thermal. قال الwashing machine اللي عندك في البيت produces نقط انرجي. ايه رأيك يا اسلام الوشنج ماشين اللي ماما بتستخدمها عندك في البيت عشان تغسل لك هدومك هي produces بتنتج ايه؟ بتنتج لك ايه؟ اوعى تقول ساوند. هي بتنتج ساوند يا اسلام لما تكون بايظة اوكي؟ امال بتنتج ايه يا مس؟ ايوه بتنتج ميكانيكال هي بتعمل موف يا مس بتدور علشان تحرك الهدوم جواها. يبقى بتعمل ميكانيكال اور كايناتيك هما الاثنين بنفس الكلمة او بنفس المعنى. نمبر 2 مين معايا؟ يلا يا هنا الكتريك بيل الجرس بتاع الشقه عندكم يا هنا بروديوس ايه بيديكي لايت؟ لا يا مس لا انا عارفه انا شطوره انا هنا صاحبتك انا عارفه بيديني ساوند. برافو عليك يا هنا. طب يلا سانتي نمبر 3 الكتريك ار بروديوس المكوه يا هاندي يا ساندي بتديكي ايه؟ ايوه بتديني ثيرمال بتديني طاقه حراريه. طب مين معانا؟ يلا يا محمود نمبر 4 food stores. احنا قلنا انا عندي الفود والباتري هما الاثنين فيهم كيميكال. برافو عليك يا محمود. نمبر 5 تلفزيون بروديوس احنا لسه قايلين التلفزيون عنده اثنين التلفزيون بروديوس ايه وايه؟ ايوه يا مس قلنا انه بيديني لايت وكمان بيديني ساوند. برافو عليكم جريد 4 يو ار اكسلنت جريد 4. لسن 2 بيقول لي اكتيفيتي 4 What do you already know about energy and motion؟ إيه اللي انت تعرفه عن energy and motion الحركة والطاقة؟ قال لي observe these pictures and put throw in front of these objects that have energy. قل لي حط throw قدام الحاجة اللي عايزة energy أو اللي عندها energy. الولد ده علشان يقدر يسوق الدراجة عنده energy؟ أكيد يا مس شور. طب الولاد دول الأولاد الصغيرين زي grade 4 عندهم energy؟ طب حتى اللي قاعد ده يا مس بيقرا لازم يكون عنده انرجي؟ اكيد لازم يكون عنده انرجي. قال لي from the previous من الحاجات اللي انت شايفها دي you can observe that we need energy to do all ان انا اعمل كل الاكتيفيتي في حياتي لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي انرجي زي ان انا رانينج ان انا اجري ووكينج ان انا امشي حتى وانا during reading a book حتى وانا بقرا كتاب لازم يكون عندي انرجي. يبقى الانرجي دي ايه؟ it is important هي مهمة جدا the important of energy in our life هي مهمة جدا في حياتنا. نمبر 1 بتقول we eat food to obtain energy to help us grow and move
احنا بناكل الاكل علشان نحصل على الطاقه اللي بتخلينا ننمو وكمان نعرف نتحرك. قال لي كمان الانرجي افكتس اوبجكت اند ميك ذم موف، بتاثر على الاشياء وبتخليها تتحرك، اند تشينج ذير بليسز، وبتخليني اعرف احرك الحاجه من مكان لمكان. كمان ماما في البيت بتعرف او بتقدر تستخدم الانرجي help in operating all electric devices، وبتخليها تعمل لي الاكل وبتشغل الاجهزة الكهربائية. كمان الانرجي help in cooking، كل ده من الimportance بتاعت الانرجي. يلا بينا نكمل. قال لي moving energy او ازاي الحاجات اللي بتتحرك عندها طاقة. قال لي الانرجي موف، الانرجي بتتحرك او بيحصل لها ترانسفيرز، بتنتقل from an object من جسم to another. ايه ده يا مس؟ الانرجي بتتنقل من جسم للتاني؟ ازاي؟ الولد ده عنده انرجي من جوه، لما بيعمل كيك او بيركل الكرة، الكرة دي بتاخد الانرجي اللي في رجل الولد ده، والكرة بقى هي اللي بقى عندها انرجي. طب as an example below that shows a player kicks a ball. قال لي the kinetic energy، الطاقة الحركية، transfers، بتنتقل from the player foot، من رجل اللاعب، to the ball when he kicks it، أول ما الولد بيركل الكرة أو بيشوت الكرة، الكينيتيك انرجي اللي في رجله هتتنقل للكرة. Then the ball moves in air، الكرة هتتحرك في الهواء as a result of the transfer of kinetic energy، عشان خلاص بقى عندها انرجي. Then the kinetic energy transfers، هتتنقل from the ball to the goal، هتتنقل من الكرة للمرمى، كمان المرمى لشبكة المرمى دي اللي هو الجون which vibrates، والمرمى بنلاقي الشبكة بتاعتها ايه اللي حصل لها؟ موف، تحركت ورجعت ايه؟ لورا. اوكي جريد فور. يبقى انا عندي الانرجي ترانسفير، بتتنقل فروم حاجة لحاجة تاني، من حاجة لحاجة تاني. قال لي نوت ان ستوب ذا اوبجكت، اي جسم متوقف او واقف او مش بيتحرك اون ايرث سيرفيس as in figure 1، زي الفيجر 1 على فيجر 1 ده، ماله؟ has no energy، ما عندوش اي energy. while بينما in stop the object at the height، خدوا بالكم من الكلمة دي height. height يعني ايه؟ height يعني ارتفاع. انا رفعته من على الارض، مجرد ان انا اديته height او رفعته من على الارض، من على الارث، انا كده عملت فيه ايه؟ انا كده عملت فيه خزنت جوه انرجي اسمها البوتنشال انرجي. هنا نو انرجي، مفيش اي انرجي. ليه يا مس؟ ما هي هي الكوره. صح، هي اللي هي الكوره، بس هنا الكوره محطوطه على الارث على طول. هنا الكوره في ما بينها وما بين الارث حاجه اسمها هايت، حاجه اسمها ارتفاع، حاجه اسمها اجريد فور، حاجه اسمها هايت او ارتفاع. اول ما الكوره حصل لها هايت، انا رفعتها من على الارث، من على الارض، انا خزنت جواها انرجي، هنسميها البوتنشال. يلا نعمل تشيك، يلا بي put right or false. بيقول لي ايه؟ بيقول لي a bar of chocolate، عندي chocolate has no energy، ما عندهاش طاقه. ازاي؟ احنا قلنا all food has chemical energy، يبقى الـ answer wrong. ليه؟ علشان a bar of chocolate has energy، عنده energy. number two، energy affects object and makes them move and change their places. ايه رأيك يا اسلام؟ الـ energy affect objects، بتتأثر بالـ energy، بتأثر على الأجسام وكمان بتخلي الأجسام move، تتحرك وتغير من المكان بتاعها. برافو عليك يا سلم، أنا سمع صوتك وانت بتقول it's right. number three، energy doesn't transfer from an object to another. الانرجي مش بتتنقل من حاجة للتانية. لا يا مست، احنا لسه قايلين ده اتنقلت من الفوت بتاعت البلاير للكورة، يبقى ممكن تتنقل ترانسفير from object
to another. يبقى الانسر بتاعت رونج. برافو عليكو جريد فور. طب يلا بينا نكمل. بيقول لي اكتيفيتي 5، لازم اعرف حاجات لازم اكون اعرفها او دارسها في دماغي، او اسمها الانرجي بيزكس او اساسيات الطاقة. قال لي فورس is something، هي شيء ما معين كده بتتغير الانرجي to make it able to do work. هي بتغير الفورس دي او القوة دي، هي حاجة بتغير لي الانرجي اللي جوايا علشان اقدر اعمل work او اقدر اعمل عمل. قال لي طب تعالوا نقول ايه هو الديفينيشن او التعريف بتاع الانرجي. قال لي it is the ability. ability يعني القدرة، هي القدرة to do work، ان انا اقدر اعمل work، اعمل شغل او اعمل عمل، or cause change، او ان انا اقدر اغير حاجة او اغير من مكاني. ازاي؟ مجرد ان انا اكون قاعد ووقفت، انا كده لازم يكون عندي ability، قدرة ان انا اعمل الورك ده، انا غيرت او عملت تشينج من مكاني. لو انا كنت قاعد ومشيت، انا عملت تشينج من البوزيشن بتاعي، انا كده لازم انا عملت انرجي او انا عملت او بذلت مجهود او كان عندي الابيليتي ان انا اعمل كده. طب ايه هو الورك؟ قال لي الورك يا مس هو الفورس، هو القوة that causes an object to move a distance. ايه ده؟ يعني لو انا عمال اعمل فورس والاوبجكت ده مش متحرك، يبقى انا كده ما عملتش ورك بالظبط. لو انت كده جبنا اي ولد من جريد فور وخلناه قعد يزق في الحيطة دي، في الول دي، هل الول دي هتتحرك ديستانس، هتتحرك مسافة؟ طبعا يا مس اكيد لا، الحيطة عمرها ما هتتحرك من مكانها بالظبط. يبقى الولد ده عمال يعاني يعمل فورس ويبذل فورس من عنده ويبذل انرجي، بس الول دي مش راضية تتحرك، يبقى كده هو ما بيعملش وارك. هو كده ماله جريد فور ما بيعملش وورك. ليه؟ علشان الول ما بقدرتش تتحرك، ما قدرش يحرك للول. طب الولد ده لما يشوت الكورة؟ لا، الولد ده لما يشوت الكورة هو كده عمل وورك. ليه يا مس؟ طب عشان كده الورك قدرت تتحرك، عشان هو حرك الور، حرك البول. يبقى الورك ده فورس بيسبب لي ان الاوبجكت موف، ان الاوبجكت يتحرك مسافه. قال لي وين فوتبول بلاير كيكس ا بول، لما اللاعب بتاع الكوره، اللاعب بتاع كره القدم ده بيركل الكوره، ذا فورس اوف هيز كيك كوزز ذا بول موف. الركله بتاعته او الشوطه بتاعته القويه بتخلي الكوره تتحرك في ديفرنت دايركشن، في اتجاهات مختلفه. قال لي ذا بلاير داز ورك، عمل شغل. And he consumes. كلمة consumes دي كلمة مهمة، معناها يستهلك. consumes. consumes يعني يستهلك، وكمان هو استهلك energy، أخذ من جسمه energy that he had obtained. هو اللي حصل منها منين؟ حصل من الانرجي دي أو أخذ الانرجي دي منين؟ من الفود. to move his leg، عشان يحرك رجله، كان عنده food في الاستومك بتاعته، ادته انرجي قدر يعمل كك للكورة. قال لي the work done، الشغل المبذول او الورك اللي اتعمل ده by this player causes the ball to move، خلى الكورة اتحركت. قال لي كمان الانرجي can be stored، انا ممكن اقدر اخزن الانرجي اللي عندي and change from one form into another، واخزنها من حاجة لحاجة. ازاي؟ قال لي when you hold a book، انت اول ما ترفع كتاب it stores، انت هتخزن جواه ايه؟ هتخزن جواه قلنا طاقة اسمها potential energy. مجرد ان انا ارفعه انا خزنت جواه potential energy. when you let it، لما انت هتسيبه يقع falls down، يقع to the ground للأرض، the book is moving، هيتحرك. where the potential energy اللي هو خزنها هتتغير into kinetic، أثناء ما هو بيقع هياخد البوتنشال اللي انت خزنتها فيه ويحولها لكينيتيك أو ميكانيكال. قال لي most form، معظم الطاقات can't be seen، أنا ما أقدرش أشوفها. إزاي؟ قال لي الساوند انرجي انا ما اقدرش اشوفه،
الثيرمال أنا بحسها، الساوند أنا بسمعه، بس كمان أنا مش بشوفه. كمان أنا عندي الإلكتريكال ما بشوفش الكهرباء ماشية جوه السلك، عندي الكيميكال form of energy كله ده أنا can't be seen. أما لين أنا بقدر أشوفه بس اللايت إنرجي. اللايت إنرجي هي الإنرجي بس اللي أنا ممكن، بيقول لي grade 4 we can see and measure، أنا ممكن أشوف وكمان أحسب what energy can do، إيه اللي بتعمله الإنرجي. يعني لو الإنرجي قدرت إن أنا أحرك الصندوق ده البوكس ده distance، انا كده ممكن احسب الديستانس اللي انا حركتها او المسافة اللي انا حركتها، وبكده انا اقدر اشوف الورك او العمل اللي انا عملته، بس ما اقدرش اشوف الانرجي. قال لي when you push a wooden box and this box moves this means that the energy transfer، ان الانرجي اتنقلت منك from you to the box، ان الانرجي اتنقلت منك الى الصندوق، والصندوق انا قدرت ان انا ايه احرك. قال لي check your understand the ability to do work، ايه القدرة انك انت تعمل عمل او تعمل work، اكيد لسه قايلينها اللي هي الانرجي. طب the force that cause an object to move a distance، ايه هي الفورس اللي بتسبب لي ان الجسم يتحرك مسافة، ده احنا لسه قايلينها على طول هي الورك. قال الانرجي doesn't change، هل الانرجي doesn't change مش بتتغير from one form من شكل للتاني؟ اكيد it's wrong. قال لي when you push، لما انت بتدفع a wall حيطة and this wall doesn't move، والحيطة دي مش بتتحرك، this means that you does work، انت كده عملت work؟ قلنا اكيد لا، انا كده ما عملتش work. ليه؟ علشان ال wall doesn't move، the person ال work لازم ال object move. The person هو push a car، لما عندي شخص بيدفع سيارة forward للأمام and his car move، وسيارته دي تحركت، this is mean that the person consumes energy، قلنا كلمة consumes يعني يستهلك، استهلك طاقة أكيد، هو مدام زق السيارة بتاعته أو زق الصندوق والصندوق ده تحرك يبقى هو كده إيه consumes energy. okay grade 4 يلا بينا كمان ناخد another slide. أنا زر سلايد بتقول الكايناتيك أند بوتنشنال اللي إحنا مصدعينكم من أول الصبح بيهم، إيه هي البوتنشنال وإيه هي الكايناتيك؟ قال لي البوتنشنال إنرجي يا مس هي أي إنرجي أنا عملت لها ستورد خزنتها، هي كمية من الإنرجي أنا خزنتها ستورد إن أن أوبجكت بسبب إتس بوزيشن، بسبب مكانها. إزاي؟ أنا أول ما أنا رفعت الكرة دي من على الأرض، من على الأرض لفوق، وده بقي اسمه هايت وده بقي اسمه ارتفاع أو بوزيشن أو بليس، أنا غيرتها في مكانها، أنا كده دخلت جوه البولز دي، دخلت جواها بوتنشنال إنرجي. قال لي the pole has a potential energy stored in it when you lift، أول ما أنت ترفعها up لفوق away from the earth surface، بعيد عن سطح الأرض. okay grade 4 أنا كده دخلت جواها potential energy، مجرد أنك أنت تسيب الكرة دي تقع ويحصل لها fall downs وتتحرك لتحت، أنا كده حولت potential energy لكينيتيك. It is the energy of an object due to بسبب its motion، بسبب حركته. The ball has kinetic energy أو mechanical energy when you let، لما أنت تسيبها falls down، لما أنت تسيبها تقع to ground، أول ما أنت تسيبها تقع وتتحرك أنت كده حولت ال potential اللي هي كانت مخزنة في الكرة فوق ل kinetic energy. قال لي if there were no energy on earth، لو ما انا ما عنديش انرجي على الارض nothing، مفيش حاجه would get done، مفيش حاجه هقدر اعملها ابدا. when an object has a potential energy، لما يكون عندي جسم وعنده طاقه مخزنه potential energy
This is mean that this object is ready. إنه عنده القدرة أو على أتم الاستعداد إنه يعمل إيه؟ إنه do work، إنه يعمل عمل أو يعمل active أو يعمل move أو إنه يتحرك. Okay, grade 4 مجرد يكون عندي جسم عنده potential energy، الجسم ده على أتم الاستعداد إنه يبقى عنده work أو يبقى active أو يقدر يعمل move. Okay، طب يلا نشوف another example. بيقول لي A grade 4 بيقول لي example converting the potential energy into kinetic. ازاي البوتنشنال بتتحرك؟ البوتنشال بتتحرك، البوتنشنال بتتحرك الى او بتتحول الى كينيتيك. قال لي لو انا عندي السيسو دي اكروبات دي نمبر 1 والولد هنا فوق، طب الولد ده لما ارتفع الارتفاع ده كله عن الارث عن الارض قلنا ماله؟ قلنا اول ما يرتفع لفوق هو حط في جسمه ايه؟ حط في جسمه بوتنشال، بوتنشال انرجي، فبقى عنده قوه كبيره. القوه دي اول ما ينط وينزل على السيسو دي هنا هيعمل ايه للولد ده؟ الولد ده هيطلع يتحرك لفوق، وبكده البوتنشال اللي هنا هتتحرك لكينيتيك لهنا، ده ينزل ده يطلع لفوق، ده ينزل ده يطلع لفوق. قال لي اكروبات 1 on the tower has a potential energy، ده اسمه tower يعني البرج ده، الولد عنده potential. when he jump لما هو قفز down لأسفل his potential energy is converted اتحولت لكينيتيك. قال لي the resulted kinetic سبب ان دي تحولت لكينيتيك وهو نزل transfer to the acrobat 2 اتحولت الطاقة من البوتنشنال اللي هنا لكينيتيك اللي هنا والولد ده طلع لفوق on the seesaw at the base of the tower and cause him to push up into the air وخلته طلع الولد ده او دفعته لفوق. نفس الحكاية الولد ده ايه اللي حصل له لما طلع لفوق؟ ايوه يا مس، هو اول ما طلع لفوق فبيجي عندي ايه؟ بيجي عندي height، الهايت ده خزن في جسمه وهو طالع بوتنشال. لما يقع أما أو مش هيقع، لما ينزل مثلا على السيسو دي هيتحول من البوتنشال للكينيتيك وهيرفع الولد ده. أثناء الموفمنت of acrobat 2 up in the air its kinetic energy is converted gradually into potential. قال لي as the height عند أي ارتفاع لأي جسم على الأرض على الأرض surfaces increases its potential energy that is stored inside increases. يعني إيه؟ كل ما أنا طلعت لفوق عن الأرض كل ما أنا زودت potential energy. وقلنا مثال بسيط جدا، امسك كتابك ارفعه عن التيبل أو عن الترابيزة بتاعتك مسافة بسيطة جدا وسيبه يقع، هتسمع صوت خفيف جدا. ارفع كتابك لأعلى حتة انت ممكن ترفعه بإيدك لفوق وسيبه يقع، هتلاقي الخبطة جامدة. اللي حصل ان البوتنشنال لما انت رفعته لفوق كانت كبيرة فيه، لما سبته كان ده رد فعله او كان ده البوتنشنال هنا حصل لها كونفيرت او حصل لها ترانسفير او حصل لها تشينج لميكانيكال او كيناتيك ووقع لتحت، وده صوت الكيناتيك انرجي بتاعه جريد 4. اوكي جريد 4، طب يلا بينا تشيك اندرستاند، ودي اخر جزئيه عندنا في ليسون 2. بيقول لي ان الساينتستس العلماء كلاسيفاي انرجي انتو تو تايب من الانرجي، لسه عين لهم كيناتيك ومين وبوتنشنال انرجي. قال لي ذا اوبجكت هاز انوت انرجي ستورد، لازم نربط ما بين كلمة stored وما بين potential. ال potential energy هي اللي stored it when you lift it up، أول ما أنت ترفع حاجة up فوق عن الأرض أنت كده بتخزن جواها potential. قال ال potential energy يحصل لها إيه؟ by increasing the height of the object، أكيد هيحصل لها increases وتزداد. وبكده جريد 4 نكون خلصنا lesson 1 و lesson 2 من concept
2.2. أشوفكم على خير.